ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة المهندس أحمد عبد العزيز الخياط، رئيس تنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني. نرحب فيك سعادة المهندس، وبداية كيف ترى أهمية الاشتراطات التنظيمية للتعمير المحدثة بالنسبة لدعم التنمية والتطوير العمراني في المملكة؟ شكرا أخي العزيز على إتاحة الفرصة للحديث عن هذا الموضوع الهام جدا للتنمية العمرانية في البحرين بشكل عام. طبعا في البداية أود أن أتقدم يعني خالص الشكر والامتنان إلى كل من جمعية مكاتب الهندسية وجمعية المهندسين البحرينية وجمعية العقاريين للتعاون بكل أمانة والتنسيق من أجل تنظيم هذه الورشة. وأيضا لا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل لسعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني لرعايتها لهذه الورشة الهامة. طبعا يأتي تنظيم الورشة من باب الشراكة المجتمعية نظرا لأهمية اشتراك جميع المعنيين بالقطاعات الهندسية والعقارية من أجل المساهمة في يعني إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم حول التصانيف الجديدة والاشتراطات التنظيمية للتعمير اللي صدرت مؤخرا. وهو في الحقيقة يأتي طال عمرك من أجل التكامل بين احتياجات السوق العقاري والموائمة والاستثماري والمواطنين من جهة، وكذلك القوانين والأنظمة المعمول فيها في المملكة من يعني من جهة أخرى. وهذا الأمر طبعا لا شك أنه يعني راح يكفل تحقيق المصلحة العامة للوطن والمواطن والارتقاء بالقطاع العمراني، وأيضا الدفع بعجلة التنمية والتطوير في المملكة على أكمل الوجه. طبعا كلنا طويل العمر شركاء في التنمية. طبعا في الحقيقة طويل العمر عملت الهيئة على ضمان إطلاع جميع المعنيين والمهتمين على هذه الاشتراطات المحدثة، وعكفت أيضا الهيئة طويل العمر على مراجعة تصانيف الأراضي، وبدأت فعليا في تحديث خرائط التصنيف لمختلف مناطق المملكة وفق ما جاء في الاشتراطات التنظيمية مثل ما أسلفت طال عمرك الحديثة والمحدثة بما يتلائم مع الاستخدامات المعتمدة للأراضي. طبعا راح نستمر احنا في الهيئة طويل العمر في مواصلة التنسيق وعدل الورش التشاورية مع جميع المعنيين في القطاع التنموي والهندسي والعقاري في المملكة، بالإضافة إلى مواصلة دورنا في عملية التحديث والتطوير لرفض مسيرة التنمية الشاملة في البلاد في ظل دعم وتوجيهات القيادة الحكيمة حفظ الله رعاه. طبعا أخي العزيز أنا إذا تسمح لي بس من هذا المنبر أخي الفاضل أوجه دعوة لجميع المعنيين طول العمر والمهتمين في القطاع العقاري بضرورة التعرف على هذه الاشتراطات المحدثة وضمان تطبيقها من أجل توحيد المفاهيم ما بيننا طول العمر ما بين العاملين في هذا القطاع وتسهيل العمل في إطار موحد وواضح بيننا وفق للقوانين والتشريعات المعمول بها في مملكة البحرين. الله يسلمك. نعم، سعادة المهندس أحمد عبد العزيز الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني، شكرا جزيلا لك.